دلوقتي لا زال احنا محكومين بهذا. طبعا هقول لك انه انا مش مستغرب ان تبقى هذه الانتخابات ما فيهاش منافسة حقيقية فعلا. بس طبعا بصرف النظر ليه؟ لانه المنافسة كان لازم تظهر من بدري. كان لازم يبقى فيه، ما هو ما يكفيش. هلا اننا ايضا في اعقاب ثورات، فلسه العودة بقى لفكرة او خلق حياة ديمقراطية حقيقية وحياة تنافسية سياسية حقيقية. شوف لازم نعترف ان الشرايين الحياة السياسية مسدودة. ودي مهم. وقد نكون، ومش مسدودة النهاردة. لا مسدودة منذ زمن. مسدودة منذ زمن. ويمكن النهاردة انسداد الشرايين دي عند بعض الناس، عند كتلة كبيرة من الناس، يقول لك والله إذا كان عندي أمن واستقرار ما مش عاوز بقى الدوشة دي. ناس كتيرة في الشارع بنقابلها بيقول لك احنا مش عايزين، ايه السياسة اللي انتوا عايزينها دي؟ ايه موضوع السياسة ده؟ احنا عايزين ناكل ونشرب ونعيش ونشتغل وحياتنا، وكفاية انه فعلا في فكرة تثبيت الدولة وان احنا رجعنا دولة أخرى بعد ما كانت هتروح مننا. لا وانت عارفة كمان الغالبية العظمى من المصريين لا زالوا عايشين في الريف. والريف ده الحياة كلها، كل ما يملكه ساكن الريف في الشارع. يعني سواء محصوله أو أدواته أو بهايمه في الشارع، فإذا اختل الأمن لا يستطيع أن يعيش. بالنسبة له الأمن مسألة مهمة جدا. كان عندنا عمدة في بلد جنبنا بيقول لي أنا بنتي كانت متجوزة في مدينة نصر من 40 سنة، لما كنت أروح مدينة نصر كنت أسيب عربيتي في وسط البلد وأخد تاكسي لأنها هو وخفت تتسرق العربية. دلوقتي العربية بتتسرق وأنا راكب فيها. يعني دي حاجة. الحاجة التانية انه انا ما شفتش اي محاوله جاده لبناء نظام سياسي تعددي حقيقي. طبعا طبعا الدوله سواء قبل الثوره او بعد الثوره لم تكن ابدا، مش هقول لك بس مشجعه او محايده في هذا الشان الى الان. بس يمكن بقول النهارده في مبرر انه يقول لك الناس عاوزه كده مش عاوزه. لكن في حقيقه الامر ده زي ما تقفلي مياه النيل، ما اقدرش اقول الناس عايزه كده. ما تقدريش تعيشي.